السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم متابعين كل خير، يا أهلا وسهلا مشتركين الجدد منورين قناتكم. تم الكشف رسميا عن جيبل جيز ال اكس 600 الجديدة كليا. كما تلاحظون التغيير أصبح في المصابيح الأمامي في شكل الشبك الأمامي للسيارة، حيث أصبح بشكل أكبر وموسع، وشكل كشافة الضباب البودي بشكل كبير يشبه بودي جيبل لاند كروزر 2022. الداخلية لم يتغير جذريا سوى الشاشة الأمامية والكونسول الوسطي، حيث تم الاستغناء عن كثير من الأزرار الموجودة في موديل 2021. طبعا سوف تتوفر بعدة فئات ومقاسات مختلفة. هذه هي قبل جديد الاكس 600 الجديدة كليا. التصميم بشكل كبير يشبه تصميم ان اكس وبودي لاند كروزر تويوتا 2022. رأيكم؟ وقد ظهرت بعض الصور من اليابان لموديل 2022، لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر سوى في الشبكة الأمامي وبدون زوائد. وسوف يتم الكشف رسميا عنه في يوم 14 أكتوبر الساعة 9 مساء في المملكة العربية للسعودية، حيث سوف يتم الاستضافة مهرجان إطلاق قبل جزء الإكس موديل 2022 الجديد كليا. الجنون تصبح بشكل أكبر، مقاس 22 إنش. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.